القناة بجد منوريني. اهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا غدوة حلوة قوي، هي الرز بالكبد. هي حلوة جدا وطعمها حلوة قوي. تعالوا نشوف معانا ايه النهاردة. النهاردة معايا فرخة، ديت اهي فرخة غسلاها ومصفياها كويس جدا. معايا بقى للرز معايا كوباية ونص رز، نص كيلو كبد، معايا بصلاية متقطعة صغير، معايا زيت ومعايا ملح وفلفل. تعالوا نبتدي الوصفة مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هعملها هسلق الفراخ الاول. معايا كده ميه بتغلي، اول ما تغلي كده الميه هنزل عليها بالفراخ. واسيبها بقى لحد ما تطلع الريم اللي عليها دوت. اول يا جماعه بقى ما بتجلي بس بتطلع بقى الريم ده كده، لازم كله شيله، شيله كله كده. وانا ماشيه معاكي خطوه بخطوه اهو، كل حاجه قدامك اهي. ابدا اشيله، كل ما تجلي تبدا تطلع لحد ما تخلص منه خالص، ما خليش فيه اي حاجه. هي يا جماعه بعد ما شلت كل الريم اللي عليها كده، انزل بالبصلايه، حط ورق لورا من كده، طبعا حبهان، وانزل بمرق الدجاج، هي واحده بس تديكي طعم كده للشوربه حلو. ابتدي برضه اشيل اي حاجه كده الاقيها راح جايه شايلها على طول، مش مشكله. هنزل بالملح، اول ما بحطها بحط الملح على طول. وشويه فلفل صغيرين، شويه صغيرين عشان خاطر ما يسودش معايا الشوربه. لو عندك حب حط حبه كده صغيره في الاخر، تبقى حطي تاني بعد ما تخلص الشوربه. بس كده هغطيها بقى كده واخليها يعني شويه كده متعريه عشان خاطر ما تنزلش على البوتاجاز، واسيبها بقى لحد ما تستوي. بعد ما حطينا الفراخ على النار بقى وتتسلق، ابدا اعمل الرز. عندي حله على النار، احط شويه زيت كده. عايزه تحطي سمنه حطي، بس كده كده اصلا يعني هنحط له شوربه الفراخ، فما يعني مش مشكله، بتبقى اصلا فيها دهون. احط شويه زيت كده صغيرين وانزل عليهم بالبصله، واسيبها لحد ما تصفر لي معايا. اول ما البصله كده صفرت معايا ابدا انزل بقى على ايه، بالكبد. الكبده دي مغسوله كويس قوي ومتصفيه، طبعا بتاخدش وقت في السوى اصلا كده لحد ما تستوي خالص. بعد ما الكبده استوت وشربت كل الميه اللي فيها، لازم تشرب ميتها، تبقى شفاها للإدام ده بس كده. انزل عليها بشويه ملح، شويه ملح صغيرين لان طبعا الشوربه فيها ملح، فلفل، هلا كتري في الفلفل لان هو بيحب الفلفل او الرز ده كده. بعد ما حطيت الملح والفلفل انزل بقى بالرز اللي انا غسلاه ده ومصفياه كده اهو. ادي بقى تقليبه، تقليبة حلوة كده، اخلي الرز كله يتغلف بالزيت كده اللي تحت اهو. معايا بعد ما قلبت اهو وغلفته كده كله بالزيت اللي تحت كده وسخن معايا شوية، يطلع معاكي مفلفل وحلو قوي. انزل عليه بقى ايه، بالشوربة المغلية اللي شوربة الفراخ اللي انا عاملاها. حط بقى مقدار الميه عادي، هو مقدار زي مقدار كده الرز.
كده اهو. هدي تقريبا كده واشوف كمان كبشة اهو كده حلو قوي. اسيبه بقى اغطي عليه لحد ما يتشرب، بوطي عليه خالص، بعد كده اسيبه يستوي عادي خالص، اوطي عليه على اقل درجة حرارة بس لما يتشرب الاول، بعد كده اوطي عليه خالص. سلقت الفراخ خلاص وخلصت. انا بحب بقى اعملها على الطاسة، بتبقى طرية وحلوة جدا. بحط كده طاسة وحطي فيها حتة سمنة كده او حبة زيت بيريحك حطيه، بس بخليها تسخن. بعد كده انزل بقى بالفراخ كده، تبقى حلوة جدا، تبقى طرية بدل ما تحطيها في الفرن بعد ما سلقت وتنشف منك. فالطريقة دي احسن كتير. انزل بالفراخ كده، بعد ما تاخد لون الوش ده بقلبها على الوش التاني. بصوا يا جماعة بيبقى لونها حلو ازاي. اول ما كترتك اتلون معاكي اروح جاية قلبها الناحية التانية. عايزة تحطي لها شوية زيت هنا او حتة سمنة تاني ماشي، بس هي كده حلوة او تبقى طرية معاكي مش ناشفة خالص، غير ما انت بتدخليها في الفرن بتنشف معاكي. لكن طالما سلقناها دي احسن طريقة ان انت تحمري بيها الفراخ كده، حلوة اوي. بصوا يا جماعة الرز اهو بعد ما استوى، بصي الفلفل حلو جدا بجد، طعمه حلو قوي، جربوه. هغرفه بقى واقدمه لكم. دي كانت وصفتنا النهارده، عملنا رز بالكبد وعملنا مع الفراخ المحمره. يا رب تكون وصفتنا النهارده عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، ولو عوزتوا اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. كان معاكم مطبخ ايه اونلاين، نورتوني النهارده، واشكر كل المتابعين معايا في القناه. لو عجبتكم الوصفات النهارده اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، واشوفكم في وصفه جديده باذن الله.